على قرعة طبول يحتشد الفلسطينيون في مدينة القدس القديمة من أجل إضاءة أضخم فانوس في شهر رمضان. اليوم هذه الفعالية هي أكثر ثقافية لتعزيز الهوية الفلسطينية عندنا في مدينة القدس. يعني إحنا كلنا بنعرف إن الفانوس هو إحنا الرموز اللي ترتبط برمضان، فبالتالي إحنا حبينا إنه إحنا نحيي هذه المواضيع، فبالتالي إحنا قررنا إنه نجيب عدد من الفوانيس ونجمع الشباب والصبايا والشباب الصغار حتى نمشي ونعيد هذا الثقافة اللي نحيي. نعرف للأولاد الصغار شو معنى أول شيء شهر رمضان المبارك، وثاني شيء نعرفهم إنه الفانوس هو رمز لشهر رمضان المبارك، وإنه كمان هدول الأولاد يأخذوا حريتهم لأنه ما بياخذوش حريتهم، الاحتلال خانق هدول الأطفال، فهذا جزء من أنهم يتنفسوا من خلال هذه الفعاليات اللي بتقوم فيها المؤسسات المقدسية. الفانوس الرمضاني التقليدي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، ما يجعله الأضخم في المدينة المقدسة. ونبقى في فلسطين مع الفنانة إيمان خشان التي توصلت لوسيلة خاصة لمساعدة البيئة وإحلال بهجة فريدة من نوعها لجزء من العالم الذي يعاني الإهمال من المخلفات. طبعاً هذا أشغالي لإعادة التدوير من صغري، كانت هي تزامنت مع هوايتي بالرسم وبالفن التشكيل وبالأعمال اليدوية، بس يمكن أنا كتير تميزت بالإعادة التدوير لإني إلي خط خاص بهذا الشغل. بشتغل كتير على التحف المنزلية والأثاث المنزلي بطريقة طبعا مميزة، وبطلع تقريبا قطعة واحدة مميزة ما بعيدها برجع بعيدها. طبعا هذا هو اللي بسميه أنا هو الفن الصديق البيئة. أنا بالنسبة لإعادة التدوير يمكن أنا حبيت يكون واجب تجاه الطبيعة وتجاه البيئة وتجاه المكان اللي أنا ساكن فيه، يكون عندي رسالة صغيرة إنه أنا أخفف عبء عن الطبيعة، يكون إلي دور ورسالة إيجابية في هذا المكان اللي أنا بعيش فيه. هم الفلسطينيون أبناء الحياة الذين ينبض قلبهم بالعزيمة والإصرار ومواجهة المحتل بالفكر والإبداع والموهبة.